السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس عبد الله موسى. إن شاء الله اليوم راح أشرح فيديو قصير جدا لأنه هو مطلوب، انطلب كتير مني ولسه لحد الآن الناس مش عارفة كيف تستخدم الفلتر ويب ومطلوب كتير، فاضطريت إنه أشرح في فيديو قصير خلال ربع ساعة إنه كيف نعمل فلترينج ويب عن طريق الـ OpenDNS. طبعا هاي البروسيجر موجودة عندي، بس أنا بدأ أوضح شو إيش الميزة والفروق بين الـ OpenDNS والخطوات الثانية، زي اللي إحنا ننزل سكويد ونعمل سكويد جارد وصيرنا كاتيجوري. أول شغلة مميزة في الـ OpenDNS إنه updated category free، يعني إنه تحصل أنت على update category وبيشتغل على جنب بدون أي configuration. هم عندهم، هو تابع لسيسكو حاليا، بيعملوا update دائما للكاتيجوريز اللي عندهم. وميزة أنت بقدر تتحكم في عندك داشبورد، تقدر تعمل expectation exceptions للsites اللي في الكاتيجوريز، يعني أنت لو منعت categories مثلا السوشيال ميديا مثلا بس بدك تسمح للفيسبوك، ما عدا الفيسبوك مثلا تويتر كذا كذا ما بدنا، تقدر تعملها. والخطوه اللي بعديها اللي هي الريبورتس، انه هو بطلع لك ريبورتس على كل الريكوردز اللي انت طالبها في الاوبن دي ان اس، واهم شيء انها سيمبل فري وسبيد سريعه جدا. تمام، المساوئ الوحيد السيئه، في عندك سيئتين لها. طبعا السيئه الاولى ما بنقدر نعتبرها سيئه 100%، لانها هي بتقدر تعتبرك ان انت لما تعمل دي ان اس ريكورد لهذا الاي بيات او الاوبن دي ان اس، طبعا هم بيقدروا يشوفوا جميع الريكوردات. تمام، حتى انت اثناء السيرفر سيرفيس بروفايدر بيقدر يشوف طبعا لو بده معني في الموضوع، يعمل لك كابتشر لكل الدي ان اس لوك اب، وانت نفس الشيء بتقدر تعمل كابتشر للدي ان اس لوك اب. تمام، الشركات الكبيره اعتقد لها سياستها الخاصه. برضو أسوأ سيئة تانية إنه أنت ما بتقدر تعمل ريبورتس باي يوزر أو آي بي، يعني إنه مثلاً هو بتطلع على البابليك آي بي تبعك، بحيث أنت عندك لو كان 20 جهاز مثلاً برايفت كلهم وعامل نات، ما بتقدر تعرف مين اللي فتح هاي المواقع. أنت بتعرف إنه فتحت مواقع كذا 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 وكمية المواقع اللي فتحت والريكوستشين اللي طلبها، بس ما بقدر أعرف كل جهاز شو طلب. طبعاً الطريقة الثانية إنه أنت تعمل هاي الشغلات، بدك تفتح تعمل إشي اسمه سكويد وتعمل سكويد جارد، وانت تنزل كاتيجوري وتشتري كاتيجوري جديد اذا بدك تعمل ابديتد، وعشان تعمل سكويد لايت عشان انك انت تشوف الريبورتس واللوجز تبعون دي ان اس ومين طلب هاي المواقع. تمام، البروسيجر واضح، لازم تتبع هاي الخطوات اساس انت تعملها. اول شيء سبيسيفيكيشن دي ان اس ادريس اون دي اتش سي بي، يعني انك تحدد الاي بيات تبعون الاوبن دي ان اس في الدي اتش سي بي. ممنوع انك انت تعمل بلوك لاني دي ان اس ريكورد اكسبكت هدول، بس انه هو ما بقدر يحط، حتى لو حط مانيوالي الدي ان اس تبع جوجل، دي ان اس تبع اي شركه، ما بقدر يفتح على الانترنت او يطلب دي ان اس ريكوردز. بتعمل انت اوبن دي ان اس اكونت طبعا فري حاليا هو سيسكو، وبتعمل لازم تعمل دايناميك دي ان اس كونكتد تو اوبن دي ان اس، يعني عندك على البي اف سنس تعمل دي ان اس وكونكتد للبي اف سنس بعدها بورجيكم على السيتنجز والريبورتس هيك ببسيطه بدقائق بسيطه على اساس تشوف كيف الريبورتس واللوكس. تمام، طيب خليني انا ابلش مباشرة عشان ما نضيع وقت. هاي برايفت، بدي افوت اول شيء على الراوتر عندي. هاي لوج، تمام، هاي هيك بنفتح. اول شيء ايش حكينا؟ انه على الدي ان اس، على الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي باجي على الدي اتش سي بي، بحط هون الدي ان اس اللي مطلوبه. طبعا اول دي ان اس اللي هو الاي بي الداخلي تبعي، الاي بي تبع البي اف سنس، وهد لول اللي هم الاي بيات تبعون اوبن دي ان اس. كيف تحصل عليهم؟ ولا شيء، بتفتح اوبن دي ان اس. هاي اوبن دي ان اس مثلا موقعهم، هاي موقع الرئيسي. اول ما تفتح هيك www.dns بتلاحظ ان هو اصلا هي كاتب لك انه سيسكو. هاي هون تنزل تحت مثلا بلاك اللي هي الاي بيات تبعونهم. تمام، هدول الاي بيات اللي له اساس انه اول شيء طبعا في عشان انت تقدر اي بقول لك انه هو بارت من سيسكو. تمام، فانا باخذ الاي بيات بحطهم هون. ليش حطيت انا الاي بي الاساسي اللي بقدر الغيه طبعا واحط هدول بس انا عشان اعمل دي ان اس فورورد، فعل دي ان اس فورورد على جهازي من السيرفيس دي ان اس فورورد. بتلاقي انه عندي انا وين دي ان اس فورورد انا مفعلها، فهو بعمل دي ان اس فورورد بقدر الغيها فيش مشكله. تمام، بس انا عشان اعمل بينج على اسم الجهاز لازم اسجل دي ان اس دي اتش سي بي كذا، في هاي شغلات في ناس اللي بيلزموا بشكلها. تمام، هاي اول خطوه عملناها. الخطوه الثانيه انه اروح على الرولز. قبل ما اروح على الرولز بدي اعمل الياس. تمام،
الالياس انا عامله دي ان اس سيو، شايف دي ان اس، عامل الياس اللي هي الاي بيات الثلاثه اللي بدي اياهم يعملوا دي ان اس عليهم، تمام، وبكتب سيف. ثالث شغله ان هي انا بروح بعمل بلوك رولز هون، البلوكس على الان بعمله انه هذا اول واحد لازم يكون. طلع اذا بتلاحظ انه بلوك دي ان اس على الاي بيات، جميع الاي بيات ما عدا هذول الاي بيات، ويو دي بي طبعا تقدر تعمله اني انت مش مشكله، بس انت الاصل انك تعمل يو دي بي، تمام، انه هاي الاي بي طبعا انا بزبطش لانه انت حاط اصلا الاي بي تبع ال بتمنع هاي الاي بيات، تمام، ما عدا هاي الاي بيات، يعني شايف هاي اشاره، هاي لو تيجي انت كذا تطلعها تيجي هاي كل شيء تمام، هم نعمل انفرت، تمام، انه للهوست انه كل ممنوع الترافيك الدي ان اس على كل الاجهزه ما عدا هدول الاجهزه او هدول الاي بيات، عفوا ممنوع كود دي ان اس الا على الاي بيات اللي مسجله في الدي ان اس 1، تمام، بكتب سيف بقدر اعمل لوك، تمام. الخطوه الاخيره انه اول شيء نعمل لازم نعمل عندنا انا طبعا في عامل اكاونت، اذا انت بدك تعمل بفوت على بيرسونال وانا بفوت على اللوك هوم، هي بيجيك هوم مثلا وبتعمل ساين فري، هي شايفه طبعا في في بي ان في اي بي كذا له باكجز معين وكذا، تقدر انت تقرا شو المواصفات، تعمل ساين ان ساين اب، تمام، تقدر انت تعمل ايميل كذا اكاونت الدوله تبعتك، باسورد باسورد، تمام، بيهمني الايميل انت تسجل تعمل ساين ان والباسورد، تمام، وين بنحط الايميل والباسورد بس نعملها، انا طبعا هي بدي اعمل على اللوجن، انا عامل على ايميلي تمام. بروح وين؟ بروح على احنا وين حكينا، بنروح على السيرفيس دي ان اس دايناميك دي ان اس، تمام، بعمل نيو، بحط فيش مشكله هون، هاي اوبن دي ان اس، بختار اوبن دي ان اس، اوبن دي ان اس، اوبن دي ان اس، هيو الوان، تكتب هوست نيم، اي هوست نيم بدك اياه مثلا كذا مش مشكله، يعني هذا شيء مهم. هاي هون اليوزر نيم والباسورد اهم شيء، هذا لول اليوزر نيم والباسورد والباسورد. اخر شغله انه انا بفوت على اليوزر تبعي، طبعا لما افوت هون عندي وافعله تيجي بتلاحظ انه عندك انت شبك نتورك واحده، تمام، او تقدر تعمل انت اد نتورك اذا ما كان الشبك، وبتسميها الاسم اللي بدك اياه الليبل، وبعطيك الاي بي الريالي اللي لك، تمام، على اساس انك تعمل سيتنجز للنتورك تبعتك. طبعا تقدر انت تعمل اكثر من نتورك اذا كان عندك اكثر من اي بي بابليك، بكبس عليها هون على السيتنجز، بحدد السيتنجز اللي بدي اياها، يعني انت شو بقول لك شوز فلتر، طبعا بتشوف انت الفيو الكاتيجوري تبعتهم اللي ممنوعه في كل كاتيجوري، عندك هاي مدريت لو نون وكاستم، تقدر انت تعمل كاستم تحدد اشي بشيء، يعني انت باجي مثلا هون بحدد اللي بدي اياه، تمام، كذا 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 بدي فلترنج، بعمل الي يعني كاستم كاتيجوري، تمام، بعدها بعمل ابلاي، خليها هاي مدريت، تمام. في شيء عندك هون موديفيكيشن اللي هي الاو بلوك بغض النظر عن الكاتيجوري، وفي عندك نيفر بلوك بغض النظر عن الكاتيجوري، تمام، يعني لو جيت جربت انا هون home.com على سبيل المثال بتلاحظ انه عمل لي بلوك على home.com، تمام. احنا اذا بتلاحظ مثلا شو في عندنا مثلا شغلات، هسه بنشوف لنا موقع محظور وبنعمل له، يعني هذا لو جيت تطلع عليه هذا مثلا موقع مش محظور الاصل، يعني يكون مش محظور، لو جيت انا عملت له هاي هيك وجو لازم يفتح معي، تمام، هيو فتح، هيو فتح، فيش اي مشكله فيه. طيب الريبورتس بنيجي على الماي اك او ستيتس عندي، هذا الشيء طبعا بنعمل احنا كستمايز، طبعا انا جيت احكي لكم بس انه بتقدر انت تعمل كستمايز، مش هي الرساله اللي بتطلع لي، انا بقدر احط الرساله اللي بدي اياها، لما تيجي على الكستمايز هي عندي هي الشبكه تبعتي، تعمل هون لوجز وكذا كستمايز تبعتك، هاي بتحط انت اذا بدك صوره الك كذا، بتعمل الكونتاكت اللي بدك اياه، اللي بدك اياه في الموضوع مش مشكله، تمام، بتعمل اللي بدك اياه، تمام. ستيتس اللي هو الريبورتس احنا حكينا عنه، بيجي بعطيك اللي انت كميه الريكوستشن تبعتك على مدى الساعات وعلى
هذا الايام مثلا اليوم ريكوشن عندي قديش بزيد، وهذا بدل لك كم بزيد عندك الطلب. مثلا احنا في الساعه الفلانيه هالقد مثلا ريكوشن، تمام 11000 وكذا ريكوست. يونيك اي بي بعطيك الاي بيات اللي انطلبت، طبعا هو اي بي واحد عاده بيكون. الدومين، عدد الدومينز اللي انطلبت، وهي الدومينز عندك وهي الريكورس اللي انطلبت. طبعا انت بتقدر تفوت على الدومينز وتشوف كل الاشياء اللي انطلبت، شايف كلها كلها بعطيك اياها. من ضمنها الاحمر، هذا الاحمر معناها بلوك. طبعا انا بقدر اشوف مثلا بدي بس الريكوستين وير بلوكت، بعمل ابلاي مثلا. هذا بعطيك بس اليوم، تلاحظ ان اليوم انا طلبت هاي، هدول المواقع انطلبت اليوم ونعملها بلوك. طبعا انا بدي اشوف رينج، بقدر احط رينج معين كذا، بحط الرينج. طب نفرض انه مثلا انت قالوا لك في موقع مثلا انت اطلع هون مثلا في مشاكل اخلاقيه في الموضوع، في ناس تطلب مواقع اباحيه، بس بتشوف هيك يعني انه مثلا هذا مثلا عليه طلب كتير هذا الموقع، شو الموقع هذا؟ بقول لك سوف وير كذا كذا كذا، هل هو ضار مش ضار؟ بتقدر انت تشوف، تمام. فزي هذا عليه طلب مثلا، لو عملت له مثلا ميك ان اكسبشن فور ذس دومين، بكبس كذا، او انا بلوك فروم انتري ذس انتري كاتيجوري. لا انا ما بدي اعمل له ان بلوك، بس بعمل له اكسبشن، بقول لك successfully whitelist. لو اجيت تيجي على السيتنجز وتشوف، راح تلاحظوا انه وين موجود صار في هون. يعني لو جينا نحن نعمله، طبعا هو فيش مباشره بتم، هاي بتلاحظ انه لساته بلوك، تمام. ليش لساته بلوك؟ لانه بده 3 دقائق حاليا عشان يتفعل. يعني لو جيت انت تضيف شغله مثلا هون، مثلا ايفر بلوك مثلا يوتيوب دوتكم مثلا، اذا انا مثلا حاضر وعملت اد دومين، شو بحكي لك؟ والافكت ان 3 مينتس، تمام. خليني بس نرجع نعمل ديليت اساس يصير تمام الوضع. وهيك احنا بنقول يعني طبقنا الفلترنج ويب اللي لنا، تمام. فهذا ان شاء الله بيكون حل ممتاز وكويس للناس اللي عندها هوم كاستمر، هوم كومباني، او كومبي عفوا سمول كومباني، او الهوم يوزر. فبكون هذا مفيد جدا وفعال جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.